يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. شوف هذا الرجز يختصر لك موقف الحسين وعناصر الشخصية الهاشمية وإباء الضيم، ويبين لك اعتزاز علي الأكبر بانتمائه وشجرته ومعتقده وإمامه ومبدئه وعقيدته، ما عنده تردد في الاعتزاز بإظهار بإشهار هويته واعتقاده وانتمائه، لا يقول أنا شيعي على وجل وعلى خجل وعلى تردد، ولا ينتمي إلى الحسين عليه السلام انتماء ضعيف، لا، هو منغمس في لهوات القوم، يقلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب جناحين، أنت ما تفكر في هذه الظروف شلون عنده وقت يرتجز، يعني يصير عنده كلام، عنده مقام أنه يبين ضمن المعركة أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي.